مختلف من التنمر. عايزه اتكلم عن التنمر ما بين الازواج وبعضها. الحقيقه التنمر بين الازواج وبعضها الشائع منها هو ان مثلا زوج يدخل على زوجته يقول لها انت مالك تخنتي كده ليه؟ فده طبعا بيضايقها، وده نوع من التنمر. يعني بدل ما يتعامل بطريقه لطيفه كده ويقول لها طب ايه رايك ناكل الاسبوعين الجايين نريح معدتنا وناكل حاجه خفيفه وناكل حاجه صحيه، لا هو بيدخل كده في الموضوع ان انت تخنتي على طول. طيب ده الشائع، لكن في دراسات قالت ان لو النقط ديت بتحصل بشكل مستمر وفي تعمد للاذى يبقى حضرتك الزوج بتاعك بيتنمر. ايه هي بقى؟ اولها اللوم المستمر، يعني لما يبقى هو انت مثلا جهاز في البيت باظ بحكم العمر الافتراضي بتاعه يبقى حضرتك السبب. ايوه كده اهو غصب، هو حضرتك السبب، وكل مره بيختلق حاجه شبه كده. ايه تاني؟ الاهانه المستمره وعلو الصوت، يعني يتعمد انه يعلي صوته قدام الناس، قدام اهله، قدام اهلك، في الاماكن العامه، قدام الولاد، استعراض لقوته. ده بتهيألي شخص ضعيف الشخصيه بيحاول يستعرض بالصوت، يعني ده برضو تنمر. ايه تاني؟ التعامل معاك على انك طفله صغيره، انك انت فاقده العقل، انت ملكيش قرارات، افكارك اللي هتقوليها لنا في الزباله حضرتك، مش مطلوبه، مش عايزين نسمعها، انت ما تكرريش اي قرار، القرار ليا انا بس، مع ان المفروض القرار يبقى شورى ما بينهم. يعني الاهمال المتعمد، الاهمال المتعمد بقى ممكن يكون انك الزوجه تعبانه مثلا، هو مش شايفها اساسا، او عيانه محتاجه تروح لدكتور، هو ملوش دعوه، هي تعالج نفسها بالطريقه اللي تناسبها يعني، او انه ما بيبقاش شايف انجازاتها. يعني انا يعني حقيقي الفنان العظيم احمد حلمي دائما وابدا في مسانده زوجته الفنانه العظيمه منى زكي، يمكن اخر مره بيسقف بحب لنجاحها ولتكريمها، لانه راجل حقيقي ونفسه سويه. المسانده شيء مهم، فلما بيبقى متعمد انه الشخص يهملك ويهمل انجازاتك يبقى حضرتك بيتنمر بيك.